الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. واما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع المواريث ومع مشارف الانسان منها، فالحمد لله على توفيقه وهدايته وتسديده، وقد ربح من ربح وخسر من خسر، وإن فضل الطوب يعلم بعد ذلك المرء كيف ضاع عليه الخير الكثير، والذي لا يستطيع أن يدركه إلا إذا شاء ربنا شيئا وسع ربنا كل شيء علما. اليوم إن شاء الله نقوم بالمسائل المنقول ثم نسأل على الخمسة، وبإذن الله نقسمها إلى قسمين، قسم فيه يسر، القسم الآخر أشق نرجعه بعد ذلك. اليوم الكلام على مسألة المنقول، أخذنا مثلين، مثلا إذا كان المفقود واحد، الثانية إذا كان المفقود نعم، فنأخذ اليوم إن كان في أكثر من المفقود، ثلاثة أربعة. فالمثل الذي نبتدئه، أولا نذكر الإخوة بطريقة حل مسائل المفقود، الخطوات التابعة للمسألة، تقدر فيها المفقود إيش؟ حيث وتصححها إذا احتاجت تصحيح، والثانية تقدره ميتا وتصحح ان احتاجت تصحيح، ثم بعد ذلك تاتي بمساله جامعه، وبعد ما تاتي بمساله جامعه تاتي بجزء السهم. كيف تاتي بجزء السهم؟ جزء السهم بقسمه المساله الجامعه على اصول المسائل، فيعطيك المساله الاولى اصل مسالتها نخطئ بقسم المساله الجامعه عليها تعطيني جزء السهم. عرفت جزء السهم ماذا افعل؟ اضرب جزء السهم في نظيف الوضع، وكذلك المسألة الثانية. ثم بعد ذلك أنظر في الذي يرث مع المفقود، له حالات، الحالة الأولى لا يتأثر بوجودي ولا بعدمي، هذا يعطى نصيبه نصيبه كاملا. الثاني يتأثر بإيش؟ بنقصان، فنعطيه الأضر أو نعطيه الأحق الأقل اللي هو الأضر عليه. وإن كان في الحالة الثالثة في حالة وجودي يتأثر بالحرمان أو بغيره، فإيه؟ فلا نعطيه. طيب، والباقي نجعله، والموقوف كيف نجعل الموقوف؟ ثلاث جماعات ناقص إيش؟ طرح مجموعة هذه الأمثلة. تفضل. نأخذ المثل الذي فيه أكثر من موقوف، هلك عن أم اكتب لهم فقط المسألة من فوق وتحت ترتب بعدها الترتيب اللي هنكتبه. الأم طلق أمها، هلك عن أم وبنت مفقودة، وبنت ابن مفقودة، والشقيقة مفقودة، ما حد يسألني أنا إيش مفقود؟ أنا إيش مفقودة؟ يعني هم في بيت آخر غير البيت اللي هم فيه، صح؟ إيش مفقودة؟ جيد، أخت لأب، أبهر، رتبها لنا بقى الترتيب البديع مع حضرتك، خاصة كلماتها، تبقى أم موجودة، بنت مفقودة، بنت ابن مفقودة،
صيغة مفقودة أخت الأبد نحتاج إلى تقدير. هذه المسألة ممكن تجمع كمان مسائل. أول المسائل حياة الجميع. الله سبحانه إن شاء الله في الله. المسألة الثانية موت الجميع. بعدين موت البنت. الموت بنت الابن بقى شوية من موت بنت الابن موت الشقيق وبعدين حياة البنت فرديها تحت ده تحت خالص ده تحت خالص يابا تحت عشان يبقى عندنا واحد ماشي من تحت من عند حياة الجميع دي حياة الابن حياة الابن حياة الابن هي حياة الشقيقة كم مسألة كده؟ حياة الابن ثمانية حياة الوقت يبقى هنا أكثر من نقول فلا بد أن نحن نركز على الاعتراضات والتقديرات التي بها تتيح الجميع تقديم الجميع موت الجميع احياء ثم تركز على حياه الثلاثه وموت الثلاثه في هذا تستطيع ان ترمم شمس المكان طيب الام موجوده الام هنا اخذها بنت وبنت بحياه الجميع يبقى الام تاخد ايش؟ الصدر والبنت النفس بنت الابن الصدر تجملت ايش؟ طيب ولا والشقيقة الشقيقة بالباب تعطيق دي معذرة صح ولا لا؟ طالما في بنت الشقيقة تاخد الباب زي أخت الأب محجوبة بأخت الباب بأخت الشقيقة زي زي دي بقى أصل مثلا كام؟ ست الأم لها واحد والبنت ثلاثة بنت الابن والباقي الشقيقة يعني مفهوم هذه الأولى الحاجة طب موت الجميع موت الجميع هيبقى عندي الأم والبنت والبنت المفقودة ميتة بنت الابن ميتة الشقيقة ميتة بنت الأب الباقي ولا إيش الباقي باقي تقسيمة اخترت الخطأ فاح نقطة الأب نصف احسن الأب تاب وتنصفها الضعف نصف يبقى أصل المسألة كم؟ ها؟ أنت الأم اثنين الأم الأب ثلاثة يبقى هذه المسألة هيبقى فيها إيش؟ صح صح ستة تكون خمسة الكلام ده مفهوم ولا لا؟ مشروع قبل ذلك ولا لا؟ ناخد أفاضل واضح؟ 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 الترتيب واضح؟
نايجر انت اجعلني اسمع اصواتكم الله يجيبك. واضح هذا الكلام ولا غير واضح؟ درسنا هذا ولا لا يا نجم؟ ها؟ درسنا في اشكال؟ عندنا اخت وما فيش فرع واحد، يبقى نصيبها بالفرع ثلث. اخت الاب تسال الاخوات نصيبهن النصف، صحيح؟ الشروط اللي توفرت، الشروط قد توفرت. فإذا الثلث للأم والنصف للأخت الأب، فأصل المسألة تبدأ حتى المسألة حتى فيها رأس خمسة. تمام يا ابن الرد خمسة فاهمين؟ هتسمعون فاهمين؟ لا مش عارف يا لا خلاص كده انتهى الموضوع. والله ما هشتغل لما انا اسمع فاهمين مش هينفع كده. فاهمين؟ سمعت شوية فاهمين؟ موت ما هو هذا مش كان بس يقول ما هو ضاع العلم من ايش؟ من شكل مستكبر مش فاهم؟ تعال ايش اللي بيشعروا فيه؟ الأولى مرت عليك الأولى فاهمة؟ الثانية ايش؟ أنا عندي أم نصيبها إما ثلث وإما ثلث عندك توفر الشروط منها عدم وجود الفرق هنا ده مش فرع واحد يبقى نصيبها كام؟ ثلث. البنت ميتة وبنت ابن ميتة مش اسمها ميتة عندي رخص الأب رخص الأب نصيبها نصيب الأخوات كام؟ أكبر نصف كان راجل يقول لك الكلام صح؟ ها؟ ويقولون هلك ليس له ليس له ويقولون هلك ليس له ولد وله وقت فلا يعني نصف اعطيناه نصف. اصل المساله من كام؟ من ست. كيف جت الست دي؟ كيف جت الست دي؟ عندنا ثلاثه واثنين هذا ايش؟ زمان حتى ياتي اصل المساله أصل الثلاثة الاثنين الكلام ده شرحناه كثيرا من فهم ده؟ فهمت كده؟ طب الحمد لله يبقى أصل المسألة دي الأم هيكون لها نصف الاثنين الأخت هيكون لها ثلاثة. طيب هنا الآن ال ال لا الأصل بقى زيادة على إيش؟ فأنا نوزعها للأقل بقى زيادة في الخمسة يبقى أصل المسألة فهمت؟ الحمد لله فهم؟ الحمد لله. قلنا هذا الجميع موت الجميع موت ايش؟ موت البنت. طيب يبقى انا عندي بنت الابن وعندي بنت الشقيقه واخت الاب. الام كانت تدرس بوجود صار الوقت. البنت خلاص بنت الابن لها نصف اللبنات أفضل من رأس البنات النساء. طيب الشقيقة لا بس الشقيقة ده من الباب تعطيه إن أخت الأب المحجوبة شو يكون في يوم؟ نعم شو يكون مش مفهومة؟ طيب الأم موجود صح؟ والبنت هي المفقودة. عندي أم وبنت بنت الابن دي ايش؟ بنت. طيب يبقى فرع واحد يبقى الأخت يخرج من الثلث هي الثلث. فالبنت بنت الابن اللي موجودة حجبتها هي الثلث. البنت المفقودة بنت الابن مرات البنات مرات النسب. وعندي الشقيقة أخت مع البنت الأخوات مع البنات عبروا عليك بعدين عندما لا يوجد عندما لا يوجد عبره فاخت الاب الاخت الاب مهزومه بالاخت الشقيقه والاخت الشقيقه اصبحت عبره فاخذ من باب التعظيم مفهوم؟ الحمد لله. يبقى كده اصل المساله بالذات الام لا واحد البنت البنت الاب ثلاثه كل باب تقريبا ليه؟ هو الأخت ليس مثلاً شاء هذا موت إيش؟ البنت موت بنت البنت موت بنت البنت هذا نفس الأمر فضل ها بنت النفس بنت البنت المنفس وبرضه شخص الله
يبقى من ستة للأم واحد ثلاثة ويمشي واثنين ونص الأب ثلاثة ده موت مين؟ موت الشريط موت الشريط هيبقى الأم ثلث أيضا زي البنت نزل بنت الابن ثلث البنت ثلاثية معي طيب موت الشريط خلاص ممكن ما تخت الأبن نقول الزرق تعصيبا ولا لا صح؟ ما شخصها ايه؟ فهتنزل منزلة منزلة؟ طيب ده كان بعض يا هذا شخص يبقى أرض المنزلة من ستة الأم واحد البنت البنت ثلاثة وهنا واحد البنت طيب طيب خلاص مفهوم؟ مفهوم؟ الحمد لله طيب القرآن المثال الثاني حياتي يعني ايه الحاج الميت؟ يعني حياة الميت والباقي خمسة صح حياة الميت يلا يبقى الأم هتاخد بس بقى كده أم مفهومة بنت بنت مفهومة صح شقيقة مفهومة أخت الأب في حياة البنت الأم هتاخد الأخت والبنت والنفس الأخت الأب الباب أي قدرة باب تعصيبة لأن الأخت عصبة مع البنت مع وجود البنات الأحوال مع البنات الطبيعة اللي هي الفرضيين الأم هتاخد واحد من الأصل أو ثلاثة واحد هيبقى واحد ثلاثة الباقي كم اثنين كم حياة البنت طيب انت حياة البنت من بنت ابن هيبقى الأم بصوت صغيرة البنت ما في بنت ابن بنت شقيقة ميتة حياة البنت ابن اه نعم حياة البنت ابن يبقى هذه ميتة وهذه ميتة يبقى هذا اختلاف الجنة لا باطي تعصيب صح يبقى برضه جنة ستة واحد ثلاثة كام اثنين حياة الأخت هذا المسألة حياة الشقيقة هيبقى الأم لها كام ثلث ثلث اللي مفيش طبعا لا بنت ولا بنت ابن طيب الثلث. اه في اثنين احسن تاخد الثلث لا لا صحيح. طيب خلاص احنا قلنا حياة ايه؟ لا حياة الاخت اخر مسألة يبقى هي حية مع الاخت لا ثلث ده كلام صحيح. اخر مسألة حياة الاخت يبقى عندي اختها تحجب الام بيها فالام الثلث. بنت بابي بنت الابن ملاك بلاد الاخت الشقيقه لها ايه الاخت الشقيقه واخت الاب لا البنت النمس فاضل والاخت الاب تزوج ملاك بقى تحصيبه مين اللي غلط بقى تحصيبه كيف الباب بتاع احفظوا القاعده الاخوات لا يجب الباب تحصيبا الا بايش؟ ها؟ وجود البنات لا يرد عطا ودم الا بوجود البنات سيدي هذا يبقى ايه ده؟ هل يأتي مثلا؟ ها؟ يبقى الأم كم؟ واحد الأم واحد والشقيقة ثلاثة والأم الأب واحد يبقى دي هيبقى فيها رد تبقى كم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها؟ طيب اخر واحدة عندي ام زيد وعندي ام وبنت وبنت ابن وشقيقة اخت الثلاثة مفقودات حياة الام حياة الام يعني شقيقة اخت هي اللي تعيش الام لا تبقى مفرغة غير بنت بنت مفقودة غيبة مفقودة غيبة
الشقيقه حيه ومعاها اخت الاب حيه، فدي اخوات يحجبن الام من الثلث الى الثلث، مفهوم غير مفهوم؟ جيد. فواحد الام لها الثلث، الام لها الثلث، والبنت ماسكه كده، والبنت ابنت ماسكه الاب، الشقيقه لها النصف، فالاب من اخوات اخت ايش؟ ابن اخوات النصف، واخت الاب لها ثلث تجميل ثلثين، ولا يقال بانها ستة، لأن هي أصلاً خمسة، صح؟ ستة،
من أجلة؟ ما فيها مثالة زي واحد موت الشقيق ها؟ موت الشقيق إلى واحد موت الشقيق إلى واحد صدر وفكير أكبر إذا خمسة؟ ها؟ أكبر إذا خمسة؟ أكبر إذا خمسة؟ جيد الوقت الآن في البيت يا البيت صدر وفكير خمسة لتلك خمسة في الثاني واحد لا واحد هيدلك واحد واحد صح تضرب ست ينقص على خمسة هذا هو خمسة الوقت الأول يبقى عندي 18 خمسة في الثاني هو الذي يملك في المدلوك
ولم يتضح امره. هذا هو الاشكال صراحه، هو ده الاشكال في مسائل. يعرف قال العلماء يعرف المنتج يميز بايش؟ بطرق. منها اولا البول من احدى الالتين الذكر ولا الانثى، كما قال لنا المبارك كيف تعرفه؟ اذا بال من اله الذكر فهو ذكر، واذا بال من اله الانثى فهو انثى. ثاني المني، اذا انزل مني من احدى الالتين ان كانت من الذكر فهو ذكر، وان كانت من الانثى فهو انثى. فنزول المني كالبول ايضا، فرق بين الذكر والانثى. الثالث قال العلماء من هذه ايضا الامور الميول الجنسي، الميول الجنسي اليمين جنسيا، فتراه يميل كثيرا للنساء، ان رايته يميل ويشتهي النساء فهذا ذكر، وان وجدته يميل للرجال فهذا انثى. من ذلك ايضا الحر، ان حر فهذه دلاله على الذكوريه، ان الذكر يحتفظ بالخضر والانف عشان ما تسموش بس الحاره فهو انثى، الحيض خاص بالانثى. هذه بعض الامور التي يمكن ان تميز فيها بين الذكر وبين الانثى. العلماء اختلفوا اختلاف عريض جدا في مساله توريث الانثى الى مسائل اربعه، ونحن نقول بالرائع انه يورث وله طريق حتى لا ندخل في اختلاف المذاهب، لان اقرب الاقوال قول الحنابلة وقول وقول الشافعية، تتفقون كثيرا في توريث الفنكة. فحتى لا ندخل لكم في المسائل الفقهية الخلافية، لان الاصل عندنا هو الاهتمام بايش؟ بالتطبيق العملي. فنقول المسائل التي بها يحل الباب او مسألة الفنكة في الامر الاول، في الصنف الاول، في النوع الاول الذي ليس بأشكال، لو كنت المشكل الذي يرجى إيضاحه بعد البلوغ، أما الذي لا يرجى إيضاحه فالمريض. فنقول صفة العمل أو خطوات العمل في هذه المسائل، أولا تجعل لكل تفصيل مسألة ويعطى كل من الهمزة ومن معه ما يستحقه، تجعل مسألة الهمزة، تجعل لكل مسألة تفصيل، الأول ذكر الثاني الهمزة، وتجعل مسألة للذكر ومسألة الهمزة، وتحل المسائل هذه ولا يحتاج التصحيح تصحح. بعد ذلك تنظر بين المسائل لتاتي بالمساله الجامعه. فاذا اتيت بالمساله الجامعه اقسم الجامعه على اصول المسالتين، هيخرج جزء السهم، واذا خرج جزء السهم اضربه بالتصحيح كل واحد. بعد ذلك إذا فعلت هذا نفرق بين التصنيفين ونجعل الأبر للموجود، نجعل الأبر هو الموجود. هنا المثال يبقى الموجود هنقف هنوقف هذا الناس حتى يطلع مسألة الأنثى إن كان ذكرا أو إن كان أنثى، ثم نرد المال على أصحابها. المسائل المعروفه الثانيه هتجعل مساله تقدر اول مساله الفرصه ذكر، تحل المساله على الذكوريه ويختلف صحيح. ثاني تخرج انه انثى وتصححه ويختلف صح المساله اختلف صحيح. ثم تاتي بايه؟ بالمساله الجامعه. اذا اتيت بالمساله الجامعه تقدر تقول جزء الدم وجزء الدم. هذا جامع. هذا كان أن أبد وبالتالي وولد وولد ابن، يعني ابن ابن كنت خلاص أبد أبد رتبها أب بنتين ابن ابن خمس أب وبنتين وابن ابن خمس. يا أخي اسكت، ما هو ولد الابن هو ابن الابن يا جماعة، ما حدش فاهم انتوا قاعدين بتعملوا هنا يمين.
قلت للوحده؟ قلت ولد ابن خلد. يعني ابن ابن خلد بتاع انت ترجمة. قلت اول شيء قلت ولد ابن خلد. ابن ابن خلد دي تبديل يا ابن ده جمع ده انا هنقول عليك تشتغل جيمة ايه كتب ده اصطنبولة كده هتكلم انت وانت هتشغال على اصطنبولة الشياط يفكر صح؟ طيب اذا عندنا اقول كيف نحول هذه المسألة ها؟ نعم الابن من ابن وابن ابن ابن تقديم ذكرية بعدين الأنوث لو ذكر معك أبنى وبنتين وابن ابن الفرع الواحد موجود يبقى الأب يأكل صدق بالفرع والبنتين بنتين ثلثين وابن ابن تعطي تعطيه يبقى أصل مثلا من ستة الأب ده واحد البنت لا وبنتين أو أربعة يبقى واحد يبقى ورث ولا ورث؟ ورث واحد ليه؟ هذه النسبة الذكورية الأنوثة هيبقى أب وبنتين وبنت بالإبن فالأب ها الأب يأخذ الثلث فرضا وإيه؟ وتعطيما إذا بقي شيء مع البنات يعرف بالفرض والتعطيم مفهوم؟ زين البنتين ثلثين البنت الإبن لها العداء إن الثلث واخد بنات واخد ولا ما واخد؟ بنت ابن اتأكد ان اقصى شيء ياخد فيه حفظ البنات ثلثان يبقى اذا اصل مثلا سته الاب لو واحد البنتين اربعه ويرد صح انا مو لان احنا ستة جنبين الاب هياخد ايش؟ وذلك كان واحد يبقى هنا النار اثنين واربعه ست المساله الجامعه كم المساله الجامعه ها ست تصحيح فين؟ ما بتصحيح الدرس بقى اعطاك الفراق دلوقتي اي صحيح هو مش اكثر من واحد ده واحد فقط واحد ونصيبه واحد بنتين اربعه ده دي ابن ابن مفهوم مش للذكر مش لحد الانثيين يبقى المساله الجامعه ست ان عندي ست عصر المساله الاول عصر المساله الثانيه ست يبقى المساله الجامعه ست اذا كانت سته يبقى واحد واحد فقط واحد واحد اثنين نهائي النصيب واحد أربعة جيد وهنا لا يجوز تاخد الأب كم؟ واحد الأب أخذ شيء ثاني يبقى واحد تاخد البنتين أربعة أربعة يبقى موجود واحد من ستة خمسة جيد مع انه خمسة مش لكن ايه؟ لكن الحمد لله لا اشتاق ان انا في هذا ليش؟ لان هي مسألة قليلة احنا خدنا استطعنا من مسألة الحمد فتحيت علينا الابواب كلها طيب مسألة ايه؟ مات عنه او ماتت عنه ما يحتاجون زيها ماتت عن زوج وشقيقة
وولد أب بنت. يلا واحد يخرج حكمة الألف تبقى زوج. هو المسألة عندكم بقى الآن انتم تحدوا فيها ولد زوج ماتت عن زوج والشقيقة وولد أب خلق لكم لكم مشيكة حلو لك يا ابنك يعني ابن ابي زي حلو المثال اطلع حلو المثال طلبش طيب زي اجاوب على المثال ولا المثال زوج والشقيقه وولد اب خلد هذا لا تفضيل ولا العهد حلو المثال الزوج شقيقان لا من ميراث ولا من ماشي الاخر ده ده وشقيقة وولد أب خمسة ومقصد صح ولا لا ولد أب يعني إيش؟
يعني ايه مريم الاخ لاب او اخت لاب بنخون دي الزوجه ما في بعض الوقت او بعض شروط يبقى نصيبهم نصف هذا النصف الشقيقه نصيبها مفيش بعض الوقت نصيبها ايه يبقى هذا هو الاخوات نصف سنه وعندي هنا الزوجيه اصبح اخ لاب اخ لاب مش جارت النقطه عشان يعتبر الزوجه متعاطي متهيئ لا فياخذ الباقي تعطيه طيب انا عندي الان اصل مثلا نصف ونصف الباقي مثلا اثنين اخر الزوج واحد واخر الشقيقه واحد وما بقي شيء ايش؟ للاخ الان فالمبادئ بالتعطيل من سنه فاضل تحب الفرائض الجميع فما بقي هذا مفهوم؟ جيد الثانيه قلنا بقى بالانوثه فاصبحت عندي اخت لا يعني ايه شفت الاب؟ تفترض نقول الزوج مع وجود الشروط لو النصف ضمن وجود الفرع الاول. طيب والشقيقه ايضا لها النصف لانها جدار يفوق قدرات الاخت الاب. والاخت الاب هتاخد الثلث التكميل الثلثين فهنا المساله هتحول الى سبعه. المساله يا جماعه عندي اصل المساله الاول اثنين اثنان واصل المساله الثاني سبعه يبقى اذا المساله جميعا 14. هذه مسألة الجميع الأربعة طالعة عن الزيت إلى نظر السبعة وهنا أربعة طالعة سبعة في الزيت اثنين 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 أيضا هنا وهنا سبعة 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 ستة ستة اثنين فبالزوج يتأثر ولا ما بيتأثر؟ بيتأثر أنا أعطيك إيش؟ هنضيف الاقل الاقل كم؟ زيت. بالنسبه للشقيقه سبعه؟ ها سبعه وكم؟ سته. يبقى نضيف نعطيها ايه؟ طب اعطيني بقى المفروض. 14 من 14 لغايه 12. يبقى المفروض ثالث؟ خد شيء. المسألة الثالثة سمع الأول ده مش تقديمه عشان تعرف الله ربنا مش ماذا عن أم الشقيقة تاخذ النصف. قلنا لو في الكلية يبقى هو
أخي الأب يأخذ البركة. مفهوم؟ عم فهمت؟ زين يبقى نعم مش كده انا كنت رسالة كان هون يقول لك ثلاثة أمراض وله أم وأخوه ولكل واحد منهما صح؟ زين يبقى أصل المسألة ستة يبقى واحد الأم واحد أخ الأم ثلاثة واحد مجموعة كمان؟ طيب هذه المسألة الثانية افرض أنه أم أنا عندي أم وأخي الأم وشقيقة أم لك الأم لا ثلث فين نجمع العين؟ أخ واحد يا جعل يا شبر ها؟ الباقي ايش؟ تقسيمة أربعة
للذكر ما تحط المدعين يبقى الولد مؤمنين ولا مؤمنين صح؟ صح؟ لا ها؟ فيه حسابها كيف حسابها تحية؟ يعني الأربعة هذه هتبقى مطابق ثلاث نقول صح؟ منه واحد لما أربعة ثلاثة لا يمكن أن تنفصل فنضحها بينهما تباين ففي التباين نوضي الأصل المسألة ثلاثة ستة ثلاثة 18 وضع 18 مش خمسة اضرب بينها ثلاثة ثلاثة ستة ثلاثة يبقى الام هتاخد ثلاثة اخ الام ثلاثة ال 12 هيبقى 8 للذكر واربعة دي للشقيقة فاهم؟ ده عند الذكورين طب افترض انه خمسة يعني هيبقى شقيقة يبقى دي اخت شقيقة زي هيبقى الام لها ثلث والاخ الام ثلث واختين شقيقتين اثنين على صح ولا جيد؟ أفضل المسألة هتكون ستة، الأم هتاخد واحد، أخ الأم واحد، أربعة، أربعة، صح؟ اثنين الأولى واثنين الثانية، تنقسم ولا لا تنقسم؟ تنقسم، يبقى لازم المسألة الجامعة. عندي 18 أفضل المسألة الأول، وعندي ستة، صحيح ولا لا؟ جيد. أصل ما تعالى جبر اللي بينهم بينهم عام مشترك ثلاثة ولا ستة ولا بينهما تداخل بينهما ايه يبقى أصل ما تعالى الجامعة الأكبر وهو 18 من هو 18 عشر مطالة من الواحد يبقى ده كما هو إنما هنا ثلاثة 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 12 مفهوم؟ طيب واحد تعملوا لهم عندنا ثلاثة وثلاثة ثلاثة غير لما تقف نصيبها كام تأخي الأم ثلاثة وثلاثة ثلاثة غير لما تقف يقف النصيب ايش كام الشقيقة أربعة أربعة وإيش أربعة وستة صح مش أربعة وستة أربعة وستة لما تأخذ أربعة يبقى الموجود 18 10 8 هذه الفرصة الأولى اللي هو الضرب الأول الذي يوجد أن ينفضح أمره يبقى لنا الذي لا يوجد أن ينفضح أمره ثم نتكلم إما عن الغرفة أو يعني نمرره مرور الكرام ثم نأخذ قسما للتعليقات ونحسن المواريد ذلك بفضل الله علينا ورحمته فإما أن نخرج الدرس لسبت الزرايع أو نأخذ كتاب آخر معه شرحا مع سبت الزرايع نعم لا ها؟ فين بقى التداخل؟ التداخل ده معناه انه ينفصل عليه فهم كيف؟ زي 2 و 4 4 و 8 4 و 12 فهم؟ 6 و 18 ينقسم عليه ولا ما ينقسم؟ قضاء ناخد قضاء زي يبقى كده احسن منها ان شاء الله الاختبار بعد القاضي يعني بعد الاختبار نبدا الاختبار بمبدا المشكله